فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: هل ورد أن الدعاء يوم الأربعاء أنه مستجاب بخصوصه؟ لا، الرسول دعا يوم الأربعاء واستجيب له، لا لأنه يوم الأربعاء، لأن الله استجاب دعاءه، والدعاء يستجاب في كل وقت. الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يحدد، ما قال إذا دعان يوم الأربعاء، قال إذا دعان في أي وقت من ليل أو نهار. باب الإجابة مفتوح، والله ليس على بابه يعني حراس أو ناس يمنعون، يرتفع إليه الدعاء سبحانه بدون أن يعترض عليه أحد. نعم، ويسمع ويرى سبحانه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.